قصة أعظم ريمونتادا في التاريخ، ريال مدريد ومانشستر سيتي. تبدى مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد في مانشستر، وهذا ما حدث. شكرا جزيلا لك أيمن، وشكر موصول أيضا لكل ضيوفك الأعزاء المحترمين، وموصول أيضا لكل السادة المشاهدين أينما كانوا. بسم الله، مرحبا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب الاتحاد هنالك في مدينه مانشستر. مباراه العمالقه، لقاء النصف النهائي الاول في دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم. ريال مدريد برصيده، بتاريخه، بعراقته، بالقابه، ومانشستر سيتي بقوته في السنوات القليله الماضيه الذي يبقى يبحث عن اول تتويج له في مسابقه دوري ابطال اوروبا. الفريق الذي وصل ثلاث مرات الى المباراة النصف النهائية مقابل فريق يلعب النصف النهائي 31، فريق يصل 10 مرات للمباراة النصف النهائية في 12 موسم الماضي. والعناق الكبير هنا بين كارلو أنشيلوتي صاحب ثلاث تتويجات، وبيب غوارديولا صاحب لقبين في دوري الأبطال مع نادي برشلونة 2009 و2011، أمام أنظار الصغير الذي يريد أن يدخل حظيرة الكبار بتتويجه لأول مرة بلقب دوري أبطال أوروبا، على غرار ما فعله بنزيما لمرات كثيرة. بنزيما نجم الريال، بنزيما نجم النجوم، بنزيما واحد من أفضل لاعبي العالم اليوم. ريال مدريد من دون كازيميرو كيف سيكون حاله؟ الجواب سنعرفه أثناء المباراة. في حراسة المرمى تيبو كورتوا، على الجهة اليمنى كارفاخال، فيرلو مندي على الجهة اليسرى، ميليتاو مع دافيد ألابا، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، ولوكا مودريد من إصابة أبعدته عن الملاعب، عاد لعب المباراة الأخيرة كأساسي. وصل لرياض على الجهة اليمنى، يقترب منه رودري، رياض يدخل، رياض دخل، رياض مازال عنده الكرة الآن، رياض خطيرة، جول فنان يا رياض، حطها فوق راس دي بروين، كرة جول دي بروين المرات القليلة التي يسجل بها بالراس. يحاول يمر من أمام، ويلم الفوداني، راوغ فوداني حاول المرور من أمام اللاعب دار ميليتاو، رجعت لكيفن دي بروين، دي بروين الأرضية، أوبا أوبا خطيرة، جول دي بروين، وكابريال جيسوس، وجول السيتي متفوق بالثنائية على الريال، هدف مقابل صفر. هذا دفاع الريال، دفاع الريال يعاني ويتألم. الكرة الأولى بالراس سجلوها، والثانية بالرجل سجلوها، أمام الدفاع يتفرج على كرات مثل هذه. هذه المرة دي بروين لجابريال جيسوس، وجول، رابع أهداف البرازيلي مع المان في دوري الأبطال هذا الموسم. هدفان مقابل صفر في ظرف 11 دقيقة لعب. البداية كانت من هكذا هفوة. تخيل أول 10 دقائق تستقبل هدفين في نصف نهائي دوري الأبطال، ولكن بعدها يسجل بنزيما الهدف الأول للريال. كريم بنزيما استلم، كريم بنزيما مر، كريم بنزيما زينشينكو تفوق عليه، وصلت لرياض محرز يتفوق عليه، من هنالك مندي، مندي مندي عنده الكرة الآن، مندي توزيع رائع، بنزيما، أوبا جول، كريم بنزيما جول، كريم بنزيما جول، كريم بنزيما يعود الريال للمباراة. كرة واحدة تقريبا كانت ميتة، يتمكن كريم بنزيما من التعديل ويعيد الريال للمباراة في الدقيقة 33 في مباراة رقم 600. بنزيما يصبح هداف دوري الأبطال ويسجل هدفه 13 في يسرايات الجول. ثم يعود فودن ويسجل الثالث على الريال. فرناندينو تفوق، رياض محرز، فرناندينو مرة ثانية، دخل فرناندينو، زاد في السرعة، إلى مدرسة خطيرة، جول، ولكن يسجل فينيسيوس هدف رائع لتصبح النتيجة 3-2 للسيتي. لأنه البطاقة الحمراء قل احترام للمدرب، لا، لأنه عضو من أعضاء أرضية الميدان، الكل يمكن أن يضرب بالبطاقة الحمراء. فينيسيوس جونيور هرب، فينيسيوس هرب، فينيسيوس دخل، فينيسيوس دخل، فينيسيوس، فينيسيوس، جول، يا أمريك لابورت ماذا فعلت؟ يا أمريك لابورت ماذا فعلت؟ فينيسيوس جونيور جاك من هنالك، من البرازيل، ودخل من البرازيل مرة عبر مدريد، ودخل
مانشستر يسجل جول. إيمريك لابورت كلما تقدم فينيسيوس كلما تأخر لابورت. شوفوا الإعادة، شوف لابورت، شوف لابورت وين كان موجود، وفينيسيوس جونيور هرب. ولكن برناردو سيلفا يسجل الهدف الرابع وتصبح 4-2. اليسرى لزينتشينكو مرة ثانية، لم يجد الحل فريق السيتي، بخاف الكرة العرضية، زينتشينكو عنده الكرة الآن، زينتشينكو خطأ، حكم خلى رافضولي بجول. عالمي هذا الجول يا برناردو سيلفا، هدف عالمي، الحكم خلى رافضولي وبرناردو سيلفا وباراتشي بوكوتوا في الزاوية التي يسكن فيها إبليس. برناردو سيلفا خطأ وسجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي. الحكم كان سيصفر خطأ، خلى الأفضلية وترك برناردو سيلفا، استلمها وحطها بالزاوية اليمنى لمرمى تيبو كورتوا بالأربعة السيتي. قلت لكم منذ حين بأن السيتي يحتاج إلى عبقري. ولكن في آخر الدقائق يحصل بنزيما على ركلة جزاء ويسجلها بطريقة رائعة. فنيات وأهداف جميلة جدا، توني كروس يرفع الكرة وأمريك لابورت بيده ركلة جزاء، بيده أمريك لابورت ركلة جزاء. يا له من سيناريو، ركلة جزاء يا أمريك لابورت. نعم، إلا إذا ضربت في راسك ويدك أوكي، أما إذا ضربت في يدك مباشرة زي ما بين أمام هيدرسون. 8 دقائق على نهاية المباراة، ركلة جزاء للريال. كريم أنت مقلق، كريم أنت مقلق، تنتظر في الحكم بنزيما. بل سأسجل هدف في منتهى الروعة، هدف ولا في الأحلام، ركلة جزاء وهدف ثالث لريال مدريد. صارت المباراة من 7 نجوم يا سلام. وتنتهي مباراة الذهاب بهذه الطريقة، ثم تبدأ مباراة الإياب والريال يسدد ويهدد ولكن بدون أي فايدة. أزرق مانشستر لنهائي إنجليزي الثاني تواليا والثالث في 4 مواسم، والإسبان انتهى زمنهم من 2018 في آخر لقب وآخر نهائي بفضل الريال. إسبانيا وقت اللي تتسكر البيبان قدامها تتلفت للريال. أنقذ السمعة يا مدريد. أصدقائي المشاهدين، تحية البيين، تحية الكورة العالمية، تحية دوري الأبطال، تحية الميستر كارلو أنشيلوتي والأسطورة بيبي غوارديولا. كورة ولد الخال، كارفخال، كريم، كريم بنزيما وكورة الهدف الأول. المطالب بهدف للتعادل، كورة خطيرة، فالفيردي، كريم بنزيما على مرمى الحارس إيدرسون. دفاعه فينيسيوس، فينيسيوس يشوط، وين وين يا جونيور. بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولكن في الشوط الثاني يطلق الجزائري رياض محرز رصاصة الرحمة للقاضي الآن عن طريق الهجوم، خطيرة، ورياض جول، رياض جول، خلص رياض محرز في دقيقة 72. أول كرة وصلت له، أول لمسة توصل له، أول تابلو يشوت ويفوت ويوصل السيتي إلى فينال باريس. كرة ولا أروع، هذا ماهوش برناردو سيلفا، هذه ماهوش كرة جابريل جيسوس، هذه كرة العالم رياض. بعد هذا الهدف كانت الأمور صعبة جدا على الريال، وتوقع الجميع خروج الريال ونهاية شخصية البطل، ولكن رودريجو كان له رأي آخر. كامافينجا، 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 كريم، وجول، كامافينجا، جول، رودريجو، رودريجو ولعها. السيناريو المذكور، السيناريو المذكور، السيناريو المشهور في 89 يا كارلو، لو تكسب الآن ستحرزون الشامبيونز ليج أمام ليفربول. فما حاجة ما نعرفش، ترجع الكرة مرة أخرى، يمشي كارفخال، يلعب كارفخال، حط الكرة والثاني، فما حاجة، فما حاجة، يا الله، يا الله، يا الله، مش ممكن، فما حاجة، فما ريال، أنت غير عادي يا مدريد، أنت غير عادي يا مدريد، اخسر الشامبيونز ليج، بلا بيها شامبيونز، بلا بيها شامبيونز، أنتم غير عاديين، أسطورة يا مدريد، أسطورة. مش ممكن، مش ممكن. ثم في آخر الدقائق يحصل بنزيما على ركلة جزاء في آخر الدقائق وينتصر الريال. كام كام كام، يمشي الفينجا، حتى الكرة رودريجو، خطيرة، ضرب جزاء، ضرب جزاء، ضرب جزاء للريال، ضربة جزاء لمدريد، رهيب والله رهيب،
عجيب ولا عجيب، غريب ولا غريب، مثير ولا مثير، بينالتي أم لا، عرق لوك أم لا. كريم البرازيلي، كريم بنزيما، والهدف الثالث، الريال فينال، فاينل نهائي، ولدي يبكي، ولدي يبكي، فلذة كبدي تبكي، هكذا يقول المدريد المرنجي. مش ممكن، مش ممكن يا مارسيلو، مش ممكن يا مارسيلو، نظرة إلى السماء، ما هذا يا